سي دار ربي عليها الخدمه اللي خدامه وهاد الوقفه والقايد سعد القايد على الوقفه اللي وقف دار مشهوده هو رئيس دائره والسلطه كامله وسيدنا الله ينصره يا ربي الله يشافيه الله ينصر سيدنا الله يشافيه كي وقف معنا الله يشافيه يا سيدي ربي متشبع صوت على دائما كناخذوا الراي ديال المواطنين اللي يديروا التحاليل واتصلوا بكم خويا واش كتحس بشي اعراض كتحس هاد الساعه خويا هاد التحاليل درت هذيك كنبيعو نشري عادي مع صحاب الشركه ديال الفينغار هاد الساعه ما كنحس حتى بشي حاجه عادي ما كنحس حتى بشي حاجه عادي درت التحليلات جاوا بعد عيطوا لي في العشيه نوضوني قال لك عاود انا غادي مع هاد الناس هاد ما عرفنا واش غايديرونا يديونا يدوزونا واش غايديرونا ما فهمناش كي ندير مازال ما عرفتش فين يديونا واش غايديرونا كاع خويا حتى انت قلتي درتي التحليل وعيطوا لك واش كتحس بشي حاجه؟ كنحس بشي بشي اعراض كنحس في العشيه كتشدني شي حمى وكنشرب كينه كيجيو لي الغدا ثاني كتزيدني شي حمى كنشرب كينه قلت انا نمشي ندير التحاليل باش نعرف راسي واش عندي هاد الاعراض ولا ما عنديش ما خصنيش الوباء انسان هذا امر الله انسان ما خصوش يتقلق وهاد الشيء كنتي كتحس به من قبل؟ ما كنتش نحس به حتى من سال الوزين ودرنا داروا الناس التحاليل عاد بقيت كنحس بالعظام ديالي كنحس بهذا وجا من جاو الاطباء داروا التحاليل مشيت درت التحاليل ديالي دابا عيطوا لي قالوا لك عيطوا لي قالوا لي خصك تجي لعندنا ديال الحجر الصحي وغادي نمشيو ان شاء الله وما يكون على الخير شحال نتوما في الدار داو غير بوحديتك ولا داو دوني غير بحديتي انت وليداتك ولا غير بحديتك دوني غير بحديتي المره ديالي دارت التحاليل ولكن خرجت سلبيا الله يشافي اللهم امين الله يشافيكم طريق السلامه تبع صوت العداله دائما في مكان الحدث من اجل نقل معطيات صحيحه من بؤره لالا ميمونه كل هذه الحالات التي سيتم نقلها الى القنيطره او لسيدي يحيى الغرب كلها متعلقه بالوحده المتعلقه بدوار اولاد عقيل التي اصبحت تفرخ فيروس كورونا المستجد بعد التحاليل المخبريه الموسعه التي قامت بها وزاره الصحه تاكدت عدد كبير ديال الحالات التي المخالطه التي اصبحت تعطي بؤر في دواوير مجاورة لجامعة سيدي محمد الأحمر وجامعة البحار ولاد عياد وجامعة مولاي بوسلام دائما كل هذه الحالات المؤكدة متعلقة ببؤرة مولاي بوسلام بالوحدة لوحدة إنتاج وتتمين الفواكه الحمراء متتبعي صوت العدالة دائما في مكان الحدث من أجل نقل معطيات صحيحة ماشي مغلوطة سيتم نقل 120 حالة حاليا كما تشوفوا هي أمامكم 120 حالة اللي غادي توجه إلى مدينة القنيطرة ثم بعد ذلك الى سيدي حياء الغرب من اجل تحاليل مخبريه اخرى للتاكد من صحتهم لان العدد ديال المواطنين لم يتبين عليهم اعراض بعد استجوابهم ما كيتبينش عليهم شي اعراض او اي شيء لانهم يقولوا نحن ما فينا حتى شي حاجه اليوم دائما صوت العداله في مكان الحدث من اجل نقل اخبار حصريه لهذه البؤره المتواجده ب جماعة مولاي بوسلام ودائرة لالا ميمونة بالتحديد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة